وعباد عباد الله، الا ما شدوا عار الله، الا ما شدوا ولادكم وقصوا في ديوركم، راه دوك الدراري الصغار ما تنبهم حتى شي حاجه. دوك الدراري الصغار نتوما اللي مسؤولين عليهم، لانكم متعاملين مع هذا المشكل هذا كانكم يعني عندكم عطله، كاين اللي عاد جمع حوايجو باغي يمشي قالك عند عائلته داي ولادو كيجرجر فيهم. فاحنا راه ماشي في عطله، حنا في محنه، وخاصنا نكونوا يد في يد مع بعضياتنا، لاننا الا ما كناش يد في يد مع بعضياتنا وخلينا هاد المحنه تدوز لي صابت بلادنا وصابت العالم كله لي مهزوز بهذا المشكل هذا، فراه ما غاديش تخليونا نوصلوا للنتيجه. وعباد الله عباد الله، فوعاو شي شويه، فالله يرحم لكم الوالدين ما وعاو معنا شي شويه. وتحيه للسلطات اللي دايره العمل ديالها، وتحيه رجال الامن، وتحيه لكل شيء رجال الدوله اللي دايرين مجهودات كلها ديالهم انهم كيوعيو الناس وكيقولوا للناس ها على الله، لما جلسوا في ديوركم وشدوا رجليكم، راه الا ما جيناش نديروا هكا راه قال لك يا اما انحصار انكم تجلسوا في ديوركم يا اما انتشار. فتعاونوا معنا وخليونا يد في يد كاملين كمغاربه باش هذا الشيء يهز علينا ربي هذا الشيء هذا وهذا المرض هذا. فالله يجازيكم بالخير اخوتي. سمحوا لي ما قلتش لكم السلام عليكم اخوتي، وسمحوا لي على هاد الدخله ديال هذا الفيديو هذا، ولكن فريمون تعصبت. انا كنشوف الناس دابا مخرجين ولادهم جالسين في الجرادي وخارجين كيتسارى بحال ما كاينه حتى شي حاجه، بحال ما كاين اخوتي حتى حاجه. فاخوتي الله يرحم لكم الوالدين، حنا محتاجين ولو اللي مره واحده انكم تكونوا في يد في يد. حنا عارفين باللي كاين يعني الناس الله يحسن العوان، كاين اللي ما الا ما خرجش خدم ما يجيبش نهارو، كاين اللي، فحنا عارفين هادشي، وكنتمنوا الدوله ديالنا دير حل لهاد الناس اللي بحال هكا. ولكن على الاقل الناس اللي عندها وليدات في الدار فراهم ماشي عطله، راه دوك الوليدات راه غيخصوا ليهم واحد البرامج خصيصة ليهم في الاذاعه باش يقراو ويكملوا قرايتهم وتبعوا قرايتهم، لان هاد الوقيته راه ماشي العطله، بالعكس الوقيته هي اللي كتكون فيها نورمالمون، ملي كتكون يعني ملي كانت الامور نورمال وغادي، هاد الوقيته هي ديال الامتحانات وديال الزيار وديال الحفاظه وديال الجد وديال العمل. فهاد الوقيته ماشي ديال الخروج وديال المساريوم ديال الجرادي. فوعاو معنا الله يجازيكم بالخير. راه علاش كنقول لكم الناس صحاب القنوات، انا غادي نقول واحد الرساله لصحاب القنوات الكبار، صحاب القنوات المليونيه ونصف مليونيه، فكنقول لكم الله يجازيكم بالخير، حاولوا تستغلوا القنوات ديالكم في التوعيه. خليونا دابا من روتيني، وخليوني من داك التخربيق ديالكم، وخليونا من داك العياقه ديالكم في الفيديوهات وداك الشيء اللي ما عنده حتى شي معنى. فحنا دابا فبلادنا راه كتضيع، فبلادنا راه كتهد نهار على نهار، فحنا ما بقيناش دابا محتاجين نشوفوا داك التخربيق ديالكم. فاستغلوا، وتحيه للقنوات الصغار، تحيه كبيره للقنوات الصغار اللي هما اللي مساكن دايرين المجهودات كلها ديالهم في التوعيه للناس. راه القنوات ديالنا دابا خصنا نستغلوها في هذا الشيء، فخصنا نستغلوها في هذا الشيء. فانا قلت لهم القنوات اللي كيديروا يعني داك الشيء ديال يعني داك الدروس التعليميه وداك الشيء، فمزيان دابا تزيدوا تعاونوا حتى دوك الوليدات هكا، تراجعوا معاهم يعني الناس اللي كيديروا يعني هذا الاختصاص ديال التعليم. فكنقول لكم الله يجازيكم بالخير، تعاونوا مع هاد الوليدات راهم محتاجين لكم، والتوعيه للناس الناس الناس، فعافاكم الله يجازيكم بالخير. وعاو شي شويه وفيقوا معنا وتواقضوا معنا، خليونا من ديك الهضره ديال دوك الاميين الجاهلين اللي كيعطيوكم دوك الميساج الخايبين ديال راه هادشي ما كاينش. فهادشي راه كاين، راه انسان راه كيقولها بفمه كيقول انا جاهل وما كنعرفش نقرا، راه بحال ديك الام اللي حشومه تنقولوا عليها، هذيك ام اللي دارت داك الفيديو اللي نتوما كتشوفوا دار هاد الهزه. راه القانون لا يحمي المغفلين، فالقانون لا يحمي المغفلين، والعيب والعار على اللي كيصورها، والعيب والعار على اللي كيدير لها ديك جيم، هذاك هو اللي عليه العيب والعار، والعيب والعار على اللي كيمونطي لها الفيديو، والعيب والعار على المتتبعين اللي باقيين كيشجعوا على هادشي. فاحنا ماشي كنقول لكم ما تبغوش ديك السيده، فبغيو ليها الخير. حنا عارفين ديك السيده اميه، وعارفين ديك السيده انها جاهله، وعارفين ديك السيده انها عفويه في نفس الوقت، ولكن لهنايا لا، لان هذه شي حاجه كتقيس بلادنا وكتقيس بالشعب ديالنا وكتقيس بالعالم كله وكتقيس بالاقتصاد ديال البلاد ديالنا وكتقيس. فهنا خاص يخرجوا القنوات للناس الواعيين، هنا بغينا نشوفوا الناس الواعيين هما اللي نشوفوهم في الواجهه. فخليونا الله يجازيكم بالخير من هاد الاميين ومن هاد الجاهلين. فخاصكم تعرفوا واحد الحاجه بالنسبه للناس اللي متيقين الهضره ديالها، فانا غنقول لكم نتوما اول وحدين معارضين لهذا الفيروس هذا. علاش؟ لان كيتبعوها اكثرين الناس اللي قدها،
راه كل واحد كيتبع لا جينيراسيون ديالو، كيتبعوا الناس القرويين بزاف، فهذوك الفئه ديال الناس القرويين بزاف لان هي محتواها قروي، فيعني يعني بحال دايره واحد لو سيبلاج للناس اللي تبعوها، فهذوك الناس اللي هما دايرهم كمتتبعين ديالها واللي كيتبعوها، والناس اصلا بين الناس الجاليه والناس اللي ماشي مغاربه، فكلهم ما عجبهمش الفيديو ديالها، والناس اللي كيتبعوها وباقي كيبغيوها، فانتي كتعطيهم واحد الميساج حشومه، كتعطيهم واحد الميساج غلط، فبحالكم اللي ولاو خلاو هاد الناس يتيقوا بديك الهضره ودايرين بحال ما كاين حتى شي حاجه، وكيخرجوا في وليداتهم وكي، فالله يجازيكم بالخير. فراه الوليدات حتى هما اول وحدين شدوهم في ديورهم، فشدوا وليداتكم في ديوركم، الله يرحم لكم الوالدين، فجلسوا في ديوركم، فراه نصف العلاج اولا نصف هذا فهو انك تجلس في دارك، راه مني غتجلس في دارك فراك ساهمتي بواحد النسبه كبيره انك باش تعاون خوك الاخر والاخر والاخر، لان الا جات دير داكشي اللي كيقول لك مخك والاخر يدير داكشي اللي كيقول له مخو، فما غنوصلوش النتيجه، فهاد الفيروس غيدمرنا، لان راه ما نكونوش اننا نكون واقعيين، فيروس كاين، فيروس كاين، ولا ما درناش يد في يد باش نتعاونوا اننا نقضيو على هاد الوباء، وستغلوا كما قلت لكم خذوا هاد حيت شحال من واحد كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق انه اعتبر هاد الجلسه راه سجن وحبس و فلا، فهذه فرصه للتقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذه فرصه اننا نجلسوا نقراو القران، فهذه فرصه اننا نديروا الدعاء، تحيه لدوك الناس اللي كيصيفطوا دوك لي زوديو في يعني في الواتساب وداكشي كيقولوا الله يجازيكم بالخير، دعيوا الله سبحانه وتعالى باش يهزي عنا هاد الوباء، استغلوا هاد يعني هاد الراحه هادي وهذا فانكم تدعيوا الله، لان راه الى هزينا كفوفنا كنا الله وتقربنا من الله راه ربي غيهز علينا هذا الشيء، فاللي ما كيصليش يصلي، اللي ما كيقراش القران يقراه، اللي ما كي اللي هامل هذا الموضوع وكيقول بلي هذا الشيء راه ما كاينش، فكنقولوا الله يجازيك بالخير وعا معنا، ولو اللي مره واحده خذ الامور بجديه، راه هذا الشيء كاين، الا ما جيناش نوعيوكم وما جيناش نفيقوكم من القلبه وما جيناش نحيدوا، راه الناس اللي خاصكم تعرفوا واحد القضيه بالنسبه للقنوات اللي باقيين واخدين الامور بجد باستهزاء وبالضحك وده، فهذا ما بقاش وقت الضحك، فهذا وقت الجد، فحنا ديباسينا داك الحد اللي كنا كنضحكوا وناخذوا الامور غير باستهزاء ونضحكوا ونقولوا اه واش من هذه، فلا خوتي ففيقوا وتوقضوا، وتحيه للشباب اللي انا وحده منهم اللي كلهم داروا يد في يد وكيوعيوا في الناس، وتحيه للبنات والداري اللي عندهم قنوات اللي كيشجعوا فيهم خوتهم وكيوريو وكيوعيو وكيوريو بزاف ديال الحوايج، وتحيه للسلطات ديالنا وتحيه لوزاره الصحه اللي هي اللي غنقول لكم تسمعوا ليها، فخليوني من دوك الجهلاء، خليوني من ديك الهضره الخاويه، خليوني من دوك صحاب القنوات اللي باقيين واخدين الامور بالضحك، فانا غنقول لكم حضيو راسكم وشدوا رجليكم، ونصف الشفاء اولا نصف انك تتعاون مع خوتك المغاربه ومع الشعب ديالنا ومع الملك ديالنا الله ينصرو، ومع الدوله ومع العالم كله اللي هزوا هاد المشكل هذا، فهي شد رجليك وجلس في دارك، الله يرحم لكم الوالدين، جلس في دارك جلس في دارك جلس في دارك، راه الا جلستي في دارك نتا والاخر والاخر، فراه حنا غادي نوصل لواحد النتيجه ان شاء الله، ونكونوا حنا اول دوله اللي واخا حنا عارفين ان النطاق الصحي منا ضعيف شيئا ما، ولكن الحمد لله حنا قويين، حنا قويين الا تعاوننا ووقفنا واتحدنا، فالاتحاد قوه اخوتي، فالاتحاد قوه، وخليونا نحسوا اننا راه حنا الشعب